الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت لجنة الاستثمار والاقتصادي النيابية إن فتح الاستيراد يعد تدميرا للاقتصاد العراقي ويخلق فائدة للمستثمرين والتجار المرتبطين بجهات سياسية متنفذة. وأوضحت عضوة اللجنة ندى شاكر جودة أن هذه الجهات المتنفذة تعمل على ضرب الإنتاج الزراعي، فيما تدفع الطبقة الفلاحية التي تشكل نسبة 60% من المجتمع العراقي ثمن هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن هذه الجهات كانت السبب في تحويل الأسواق العراقية إلى استهلاكية للبضائع المنتجة في الخارج وإهمال الإنتاج الوطني. كشف مدير شركة اسمنت الشمال علي زيدان أن عقد استثمار معمل بادوش الجديد يعد خاسراً، وقال زيدان إن المعمل لم يصل إلى طاقة إنتاجية تجعله من المعامل الرابحة، لكن كان للشركة الفرصة في مفاوضة المستثمر بشروطه التي وضعها، كما أن جميع شركات وزارة الصناعة خاسرة لأن الرواتب تصرف من وزارة المالية كمنحة، وإذا ما أوقفت هذه المنحة فإن جميع الشركات والمعامل تعد خاسرة. شكى عدد من التجار والمخلصين الجمركيين في البصرة من إجراءات التأخير في منفذ صفوان الحدودي، بالإضافة إلى تأخير خروج المركبات المحملة بالأكسجين. وطالب هؤلاء التجار هيئة المنافذ الحدودية بتسهيل إكمال إجراءات دخول السيارات خاصة المحملة بمادة الأكسجين، وبينوا أن هناك تأخيراً بالإجراءات التي وصفوها بالمعقدة، مؤكدين أن هناك العشرات منهم لا يزال ينتظر إكمال الإجراءات حتى ساعات المساء المتأخرة أو تأجيلها لليوم التالي. قالت وزارة النفط في العراق إنها اتفقت مع مجموعة أوبك بلس على زيادة تدريجية بالإنتاج بإضافة 400 ألف برميل يومياً. وقال مدير عام شركة تسويق النفط سومو علاء الياسري إن اجتماع أعضاء أوبك بلس قرر تعديل الإنتاج الإجمالي بإضافة زيادة تدريجية بمقدار 400 ألف برميل في اليوم اعتباراً من آب العام 2021، وسيتم تقييم تطورات السوق وأداء الدول المنتجة في شهر كانون الأول عام 2021، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الدول المنتجة. وقرر الاجتماع الوزاري وقرر عقد الاجتماع الوزاري 20 لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في مقر منظمة أوبك في الأول من أيلول عام 2021. تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% متأثرة بقرار مجموعة أوبك بلس زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق بسبب معارضة الإمارات، وانخفض خام القياس العالمي لمزيج برنت 1% مسجلاً 72.59 دولاراً للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% ليستقر عند 70.87 دولاراً للبرميل، وذلك بعد هبوطه زهاء 4% في الجلسة السابقة. ارتفعت أسعار الذهب مدفوعة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا إلى إضعاف الإنتاج الاقتصادي العالمي. وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 1812 دولاراً للأوقية بعد انخفاضه بنسبة 1% في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1815 دولاراً للأوقية، فيما تكافح العديد من البلدان لا سيما في آسيا للحد من متغير دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا، واضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق. ختام الموجز بأمان الله.